آخر فقرة مشاهدينا اليوم راح تكون مع مواقع التواصل الاجتماعي، وما اخترناه لكم من هاشتاقات لليوم أبرز التعليقات، نتابع. من أبرز الهاشتاجات لهذا اليوم: هاشتاج طلاق بسبب اسم مولود الذي أنشئ أثر طلاق زوجان سعوديان مؤخرا بسبب اختلافهما على تسمية المولودة الأولى، حيث أصر كل منهما على تسمية المولودة على اسم والدته. ومن التعليقات حول الموضوع: اخترنا لكم تغريدة قمر الكون، الله لا يبلينا بس لأنه أساس الزواج أصبح حش، أما لجمال أو لمال أو نزوة مؤقتة أو مصلحة مشتركة أو إعجاب مؤقت. أما نازلر فغرد: إذا كان الزواج أمرا مرحليا لا أكثر يغدو الطلاق وشيكا حتى من أجل وجبة غذاء أو ثوب غير مكوي أو ركبتين سوداوتين. يبقى دائما موضوع الزواج أمر نسبي لأنه يختلف من مجتمع لمجتمع ومن فكر لفكر آخر، وإحنا بننتقل لصفحات موقع سيدتي نت على مواقع التواصل وأهم ما جاء فيها، نتابع. وعلى حساب سيدتي نت على تويتر كان من أبرز المواضيع لهذا اليوم بعنوان: هيفا وهبي تنسخ إطلالة أني ديل روسي في أسبوع الموضة. من أبرز المواضيع التي لاقت تفاعل على صفحة سيدتي نت على الفيسبوك بعنوان: سيدتي نت ترصد بالتفاصيل حكايات حنان ترك مع أزواجها الأربع. وفي اللقاء صرحت حنان بجرأة أنها سبقت وأن تزوجت برجل الأعمال أيمن السويدي زواجا سريا دام لمدة شهر، ثم تم الطلاق وتزوج أيمن بالفنانة ذكرى التي قتلها وانتحر. نذكركم مشاهدين أن الحملة البيضاء التي نظمتها سيدتي ضد التحرش الجنسي ما زالت قائمة على موقع سيدتي نت وعلى الفيسبوك. شاركوا في مسابقة أفضل شعار للحملة، وذلك من خلال تصميم شعار الحملة البيضاء وتحميله على صفحة الفيسبوك الخاصة بسيدتي نت وعلى تويتر سيدتي نت. شاركوا بأرائكم ودعمكم للحملة من خلال التغريد باستخدام الهاشتاج المبين على الشاشة. فعلى كل منا واجب أخلاقي يلزمنا للمساهمة في هذه الحملة المهمة حماية أطفالنا من المتحرشين. طبعا مشاهدين أدعوكم من برنامج سيدتي للمشاركة في هذه الحملة، وننتقل إلى موضوع يخص الصحة. تعاني بعض السيدات من آلام في الرأس والأكتاف جراء القيام بواجبات المنزل أو ضغوطات الدوام والوظيفة. إليك سيدتي بعض التمارين الرياضية التي تساعدك في التخلص من هذه الآلام. مساء الخير. أعباء الشغل اليومية وبالأخص الشغل على الكمبيوتر بتسبب كتير أوجاع بالجسم، منها أوجاع الرقبة وأوجاع الرأس. اليوم حنشوف تمارين سهلة بتساعدنا لحتى نرخي عضلات الرقبة وتجنب أوجاع الرأس. خلينا نشوفهم سوا. كتير حركات فينا نعملها بالبيت بتخلينا نتجنب آلام الرقبة والرأس يلي بسببها الشغل. اليوم حنتعلم أربع حركات أساسيات بخلونا نرخي عضلات الرقبة لحتى نتجنب أوجاع الرأس. حنبلش بأول حركة. أهم شيء نمد إيدينا لقدام هيك ونرخي كتافنا. أول حركة حنعملها دايما منتطلع جالس، نفوت دقننا لجوا هيك ونطعج الرقبة على جنب ومنرجع كمان، نعمل 10 مرات. هذه بتساعدنا لحتى نرخي عضلات الرقبة من على جنب. نعمل 10 مرات على اليمين وعشر مرات على الشمال. هتلاحظوا مشاهدينا انه كل الحركات يلي عم نعملهم خاصة بعضلات الرقبة. تاني حركة حنعملها كمان، منطلع جالس مننجرب نبرم راسنا لحتى نوصل الدقن أبعد شي ممكن حد الكتف. كمان نعمل 10 مرات على اليمين وعشر مرات على الشمال. هول الحركات اللي عم نتعلمهم فيك تعمليهم أمتى ما بدك، إذا كنت عم تحضري تي في أو إذا كنت قاعدة بقعدة مع العيلة، سو كتير سهلين. تالت حركة حنعملها هي لعضلات الرقبة من قدام. كمان منقعد جالسين ونعلي راسنا لفوق قد ما فينا ومنجلس.
نعملها 10 مرات ونرتاح. آخر حركة اليوم حنعملها هي لنرخي عضلات الرقبة من ورا. كمان نطلع جالس، منوطي الرأس لتحت ومنكبس بإيدينا، نزول منرخ. إن شاء الله تكونوا استفدتوا من هالتمارين يلي أعطيتكم إياها، بس أنا بدي أعطيكم نصيحة واحدة، ما في شيء بيستاهل بالحياة نعصب كرماله، وهيدا الشيء عم بيأثر على صحتنا. أنا بشوفكم جمعة الجاي بحركات جديدة، باي. مشاهدينا بهذا نكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم. باكر عندنا الكثير من الأخبار الفنية اللي راح تشوفونها معنا في الحلقة. وقبل ما أختم الحلقة أبي أقول للفنان وسفير الألحان فايز سعيد كل سنة وانت بألف ألف خير بمناسبة عيد ميلاده. أشوفكم باكر، انتظرونا، تصبحون على خير.